مشاهدينا الكرام، نجدد بكم الترحيب بمدينة سوتشي الروسية، وذلك على هامش انطلاق المنتدى الدولي للطاقة. يعني على هامش هذا المنتدى بيشرفنا يكون معنا معي ومعكم السيد ألكسندر كونينينكو، وهو المسؤول عن مشروع الضبعة النووي. السيد إليكس، يرحب بك على شاشة التلفزيون المصري، ونود أن نعرف كيف ترى فعاليات اليوم الأول للمنتدى الدولي للطاقة المقام بمدينة سوتشي الروسية. السلام عليكم. Что могу сказать по поводу форума؟ Ну, как вы знаете, это уже 13-й форум. مثل ما تعلمون، هذا المنتدى ينظم للمرة 13، ومثل ما جرت العادة هو ينظم بمدينة سوتشي الجميلة. وهذه السنة يشارك أكثر من 60 دولة، بما في ذلك دول تشارك لأول مرة، وهي العراق وبوركينا فاسو. والاهتمام المتزايد الذي لوحظ لدى تقريبا كل دول العالم بما يسمى بالطاقة النظيفة أو بالطاقة الخضراء، ومثل ما تعلمون الطاقة النووية هي تدخل تحت هذه العلامة، فهذا الطلب متزايد. وبالتأكيد هذه النقطة موجودة على جدول أعمال هذا المنتدى، وستتم مناقشتها في خلال جلسات هذه الفعالية. Также все понимают, что зеленая повестка, которая сегодня транслируется в мировом сообществе. سيد إليكس، تقومون بإنشاء محطة نووية في مصر الآن، كيف ستساهم هذه المحطة في تأمين احتياجات مصر من الطاقة؟ Ну, безусловно, строительство атомной электростанции в Египте придаст дополнительный импульс развитию экономики. طبعا ما يتم انشاؤه الان في جمهورية مصر العربية سيعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري، وسيخلق فرص عمل جديدة سواء للأفراد أو للشركات، سواء كانت المصانع الكبرى أو المؤسسات الصغرى. ونحن نعمل بنشاط للاستفادة من هذه الطاقات سواء البشرية أو الصناعية في هذا الإنجاز، ونحن نعمل بنشاط لاستخدام هذه المنتوجات التي تنتجها المصانع المصرية. أكثر شيء ممكن أن نركز عليه بأن هذا المشروع سيوفر الطلبات. مصر، جمهورية مصر العربية في مجال الطاقة، وطبعا عندما تؤمن البلد هذا المجال سيكون يعطي حافز جديد لتطوير الصناعة ولتوسيع شبكة الاختصاصات العلمية، وبالتأكيد سيخلق فرص عمل أكثر. И в целом мы демонстрируем сегодня, что активная фаза строительства началась, и это очень хорошо. أخيرا سيد إليكس، ما هي الخطط المستقبلية لديكم في زيادة الأيدي العاملة والاستفادة من الشركات المصرية؟ طبعا نحن الآن يعمل لدينا حوالي 10,000 عامل مصري، فضلا عن الشركات الكبيرة والصغرى. فنحن مثلا نشتري كل ما نحتاجه من الخرسانة أو الحديد اللازم للصناعة، كذلك نستفيد من خدمات الشركات الصغرى، وخصوصا في وضع الشبكات الأنابيب أو في الواجهات التي يتم إنجازها. ونحن بالتأكيد نطمح إلى أن نطور هذا العدد من 10,000 إلى 30,000 في المستقبل القريب. شكرا جزيلا.